ايه التحاليل اللي المفروض اعملها؟ تحليل دي ان ايه بينك وبين عمر؟ عندك استعداد تبرعي لي بالنخاع لو النتيجة ايجابية؟ اكيد هنبرع له طبعا. طيب احنا ممكن نسرع ونعمل تحليل النخاع على طول عشان نحسب موضوع التطابق ده ونبقى جاهزين للتبرع. طب انتي فكرتي هتقولي ايه لعلي؟ لا علي ملوش دعوة بالموضوع ده. يعني ايه مالوش دعوة بالموضوع ده؟ انا هتبرع لابنكم، ده لو التحاليل اصلا طلعت ايجابية، بعدها ملكوش دعوة لا بيا ولا بابني. ازاي يعني؟